وانا قسما بالله الا شي 6 مرات تنهبط المارجي وتلقى السلعه غاليه وتطلع بحالاتي، لان ما يمكنش ينقص السلعه غاليه والناس مازمه برا. بعدا حنا بياء وشري الخير، انا تسوليه يقول لكم ما خدمتش 15 يوم. ماشي الاسعار اللي طالعه هنا، الاسعار برا. هنا راه السوق راه مزيان، راه برا كاين اسعار خياليه. هذا ثمن مرتفع بالنسبه للمستهلك المغربي، ولكن الاسباب راه معروفه. اولا كاين الجفاف بحال اللي قلت، وثانيا كاين ارتفاع ديال المواد الاوليه والمواد الطاقيه، هو اللي كيأثر سلبا على ماشي قضيه المازوت كشي على حساب الفلاح، على حساب الفلاح حتى هو مسكين ماشي الخاطر حتى هو الترونسبور ديالو تيكون زيد واحد المبلغ كبير، علاش ناخذوا ثمن كشي؟ بطاطا ب 96 ريال تخرج برا خصك تبيعها ب 140، الناس ما عندهاش مازمه. دابا راه سالت البطاطا ديال البلاد ولا ديال الفريكو كل عام كتكون غاليه ب 96 100 ريال. كنتمناو من هاد الناس هادو الحكومه يشوفوا من هاد الجهه هادي، هاد الجهه ديال الخضره، وهاد الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهو المازوط راه السبب الرئيسي، راه حاجه باينه، وان هاد الناس هادو راه تيستغلوا هاد النقطه هادي. حق المازوط غالي زيد فهمتيني، وماشي عارف الخضره، عارف بزاف ديال الحوايج. الارتفاع كاين في الاثمان، ولكن عنده اسباب اللي هي معقوله، تنظن ماشي معقوله يعني من حيث القبول، وانما معقوله من حيث لانها نتيجه ديال الارتفاع ديال المواد الاوليه وارتفاع ديال المواد الطاقيه. هذا تاثر مباشره على الاثمان ديال السلع باش توصل عند المستهلك. الاثمنه بالنسبه للمواد الاساسيه اللي كتكون القفه ديال المواطن المغربي، مثلا البطاطا كاينه من 3 دراهم و30 حتى 5 دراهم، مطيشه كاينه من 3 دراهم حتى 4 دراهم على حسب الجوده وعلى حسب بالنسبه مثلا القرعه كورجيت كاينه من 3 دراهم حتى 5 دراهم، بالنسبه للبصله كاينه من درهم و80 2 دراهم حتى 2 دراهم و50 حتى 2 دراهم و80 على حسب الجودة ديالها. هذا ثمن مرتفع بالنسبة للمستهلك المغربي، ولكن الأسباب راه معروفة. أولا كاين الجفاف بحال اللي قلت، وثانيا كاين ارتفاع ديال المواد الأولية والمواد الطاقية، هو اللي كيأثر سلبا على هذا، لأن دابا السوق ديال المدينة ديال سلا كيتزود من أسواق اللي بعيدة من المدينة ديال سلا، دونك تيخص الترونسبور. ملي كتلجأ للترونسبور راه أحيانا ولا كاين مثلا بحال دابا الفوياج ديال السلعة اللي من أكادير وهذا ربما بعض المرات دبل الثمن ديالو، الشيء اللي كينعكس مباشرة على الثمن ديال السلع. بالنسبة للنقص، النقص ما ملموش بزاف، ولكن كاين واحد النقص، لأنه راه كتعرف دابا العرض والطلب هو اللي كيأثر على الأثمان. كاين واحد شوية ديال القلة نتيجة قلة التساقطات وقلة الموارد المائية، فشوية المنتوج نقص، وبالتالي العرض ديال السلع نقص الثمن ديالو. مثلا نعطيك الفواكه ما كايناش بزاف، الشيء اللي خلى الأثمان ديالها كتبقى شوية مرتفعة بالنسبة للمواطن المستهلك المغربي البسيط. ماشي محمد الكاملي تنبيع ونشتري في الخضرة تاجر، عندي تريبورتر تنبيع ونشتري. بغيت نهضر معك شي على هاد الأسعار هادو اللي غلاو علينا هاد الناس هادو، راه بزاف. بطاطا ب 96 ريال كتخرج برا خصك تبيعها ب 140، الناس ما عندهاش مأزمة. راك شي اللي داز في العيد الكبير، الناس راه ما عندها لا فلوس لا والو. تخيل معايا مطيشة تاخذيها ب 90 درهم تخرجي تبيعها ب 120، فهمتيني؟ عاوتاني خيزو كذلك 80 درهم ولا 90 درهم. فلفل ودنجال كنا تناخذو عقب العيد ب 600 صندوق ب 400، كنا تنخرجو نبيعوها ب 40 ريال، دابا خصك تبيعها ب 120. كتخرج كدي واحد 1500 درهم ديال السلعة، انت عندك هذيك 1500 درهم تتخرج بها للزنقة تتولي تقبط فيها دراهم، انت رزقك ما تتجبدوش، تتولي في الاخر هذه السلعة لان الناس ما عندهاش مأزمة. كنتمناو من هاد الناس هادو الحكومه يشوفوا من هاد الجهه هادي، هاد الجهه ديال الخضره، وهاد الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهو المازوط راه السبب الرئيسي، راه حاجه باينه، وان هاد الناس هادو راه تيستغلوا هاد النقطه هادي. حق المازوط غالي زيد فهمتيني، وماشي عارف في الخضره، عارف بزاف ديال الحوايج. كاين شي حوايج اللي تيجيو عام هنا قراب ابار خسروا عليهم المازوط وتيزيدوا تيدخلوها في المازوط، زعما راه المازوط فهمتيني، هاد الشيء اللي كاين هو هذا. تنتمناو من هاد الحكومه هادي دير معنا شي حل، راه هاد الخضره هادي لا اله الا الله. بعدا حنا بياء وشريم خير، انا تسوليه يقول لكم ما خدمتش 15 يوم فهمتيني، والناس كاين اللي مجوج بولاده، كاين اللي مسكين خصو يمشي يجيب نهارو وما خدامش مسكين فهمتيني، تيجي تلقى السلعه غاليه تيطلع بحالاتي. وانا قسما بالله الا شي 6 مرات تنهبط المارجي وتلقى السلعه غاليه وتنطلع بحالاتي، لان ما يمكنش ينقص السلعه غاليه والناس مازمه برا. واش انا غنبيع بطاطا ب 140؟ راه تجي المرا مسكينه غتسولك غتبقى تشوف فيها تشها فيها وغتم غاده، ما غاتاخذهاش من عندك.
الا من رحم ربي وعندهم فوه بلا ما احتاج نقول لكم نتوما راك عارف. هو اختي تنقدم كراسي اسمه محمد الحياوي خضار في سوق الجمله بسله. اختي اش غنقول لك؟ نقول لك ماشي الاسعار اللي طالعه هنا، الاسعار برا هنا راه السوق راه مزيان، راه برا كاينه اسعار خياليه. وراه المواطن الله يحسن العوان، راه لا اله الا الله بنادم راه تقهر تقهر بنادم مزيان. عطي شي اختي دايره من 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 100 درهم حتى 2800. بطاطا كاينه من 96 حتى 70 ريال. هادشي اللي كاين مثلا خيزو كاينه 70 درهم باربا 70 درهم. المهم الاثمنه اللي مرتفعه هي مطيشه مطيشه والفلفله والبطاطا هما اللي مرتفعين حاليا. الخضره موجوده؟ موجود الخير الحمد لله، موجود الخير. ولكن الاثمنه اختي راه برا كاين الثمن، برا كاين الثمن المشرى برا. اما السوق راه السوق راه مزيان. الخضره سوق الجمله بفواكه بساله. وين الاثمنه كي دايره؟ الاثمنه انا شنقول لك راه الاسعار طالعه على كل شيء. بالنسبه للبطاطا هي كتشوفوا البطاطا دايره دايره 96 ريال، مطيشه دايره 100 درهم باربا 70 درهم. الاثمنه على كل شيء، راه ماشي هنا داك الشيء راه جاي من لهنا. حنا ما بدينا والو، شاري الغلا تنبيعو الغلا. على كل شيء على العموم. ماشي قضية المازوت داك الشيء على حساب الفلاح، على حساب الفلاح حتى هو مسكين راه ماشي لخاطرو، حتى هو الترونسبور ديالو تيكون زيد واحد المبلغ كبير. حنا تناخذو ثمن كثير، فهمتيني؟ تناخذو واحد الأثمنة غالية، تنبيعو الأثمنة حتى حنا اللي تيبيعوها. الستوك راه ما داخلش مزيان بالنسبة للبطاطا هي. قليلة شوية على الفريكو. دابا راه سالات البطاطا ديال البلاد ولات ديال الفريكو. كل عام كتكون غالية ب 96 100 ريال. فهمتيني؟ كتكون ديال البلاد موجوده، تكون الشتاء والخير موجود، تكون بطاطا ب 46 40. ودابا راه كاين على الفريكو 96 100 درهم، هذا هو اللي كاين. اثمنه على كل شيء، ماشي احنا اللي دايرين الاثمنه، داكشي جاي من لهنا. ما تنساوش تابوناو فلاش شين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.